احبتنا اسعد الله مساءكم عين على المشرق ياتيكم في هذا المساء من شاطئ البحر الميت من بحيره لوط البقعه الاخفض التي ناتي اليها لكي نستمع الى ما يقوله القانون الكنسي ناتي الى هنا لنحضر ونشارك في المؤتمر مؤتمر المحاكم الكنسيه للبطريركية اللاتينية والكنائس الكاثوليكية في نسخته الحادية عشرة نأتي إلى هنا والشعار نحو ثقافة كنسية هذه الثقافة الكنسية التي هي عنوان للقاضي وللمحامي بل وللايمان وللمؤمن المسيحي في الحديث عن سر الزواج واحكامه ومفاعيله ايها الاحباء عندما ناتي الى هنا ناتي لان الكنيسه تهتم بخير ابنائها خيرهم الخاص وخير المجتمع ناتي الى هنا لنراجع ونتعلم ونفكر ونتوقف مع كبار قضاتنا الكنسيين في هذا المؤتمر الذي تستضيفه البطريركية اللاتينية في الأرض المقدسة ويعقد في البحر الميت يشارك به القضاة الكنسيون في الكنائس الكاثوليكيه في العديد من البلاد العربيه نحضر الى هنا ونحن نتطلع الى نتائج في كل سنه تتحقق من اجل سعاده الانسان وهناء الاسره ناتي الى هنا لنقول بان سر الزواج الذي وضعه الله ما هو السر المسيحي للزواج الا تاكيد على حب السيد المسيح والكنيسه وميزته الوحدانيه والديمومه ذكرا وانثى خلقهما لذلك يبقى الزوجان معا وهذا يتجاوز هذا الزواج يتجاوز كونه عقد بين اثنين ليكون عهدا بين متحابين احبتنا هذه الحلقه الخاصه نقدمها لكم عن المحاكم الكنسيه وعن ثقافه قانونيه حقوقيه كنسيه تركز على كرامه الزوجين وتركز على كرامه الاسره في وقت ننفق فيه الكثير ونقضي فيه الكثير من الحديث عن حقوق الفرد هنا ناتي لنسمع ما يقوله خبراؤنا بحضور رئيس محكمه التمييز الاعلى في الفاتيكان الذي يشارك مع كبار قضاتنا ليقولوا لابنائنا ان حقوقهم وان خلافاتهم هي في ايد أمينة تسعى لخير الإنسان ولخير الأسرة. وهنا أحبتنا يسعدني أن نتحدث عن هذه الفعالية الكنسية السنوية التي تأتي في نسختها الحادية عشرة في هذا العام وناتي إلى ضفة البحر الميت. هنا حيث يلتئم شمل قضاه كنائسنا في البلاد العربيه الكنائس الكاثوليكيه ليبحثوا في موضوعه هي ثقافه قانونيه كنسيه وعندما نتحدث عن القوانين الكنسيه وفي هذا المؤتمر بالذات مؤتمر المتخصصين وعلماء القانون يسعدني لالقاء الضوء على هذه الفعاليه الهامه ان استضيف سياده اخي الاب الدكتور اكثم حجازين رئيس محكمه البدايه لكنيسه اللاتين في المملكه الاردنيه الهاشميه معكم ارحب بك ابونا, أبونا. شكرا, شكرا على وقتك. اللقاء شكرا على وقتك الله يخليك وسط هذا الازدحام نصر نحن اللي حابين نسمع ونستفيد من خبرتك في هذا المؤتمر اللي يعتبر علامه فارقه فما هو ايش هو المؤتمر يا ابونا؟ اول شيء من جديد بجد شكري ومحبتي لك ابونا وهذا اللقاء الجميل جدا في خضم هذا اعمال المؤتمر هذا المؤتمر هو بلش بمبادرة كنسية محلية قبل تقريبا حوالي بال 2012 نعم بي بواقع وسبب انه محامين اللي بدافعوا او برافعوا في المحاكم الكنسية ما عندهم اي ثقافة قانونية كنسية لا في القانون الكنسي ولا في الاجراءات ولا في كل المتطلبات القانونية فارتئينا وكانت المبادرة من القدس من أبونا إيميل صليطة أن يكون هناك ورشة عمل مؤتمر محلي اقتصر في البداية على محامي الضفة الغربية والقدس والجليل وكان أول لقاء في أريحة سنة 2012 واللقاء الثاني كان في رام الله واللقاء الثالث رجعنا على أريحة وبنفس الوقت كانت في مبادرة جديدة يعني توسيع هذا دعوة محامين أردنية للمشاركة وتم تقديم الفيز لهم ولكن للأسف دورة الاحتلال هي احتلال أعطت مواعيد الفيزا ما بعد المؤتمر الموعد لدى السفارة ما بعد المؤتمر لم يحضر إلا شخص واحد يحمل هوية فلسطينية وايضا حضر شخص من لبنان الاباتي المرحوم الله يرحمه مارو نصر اللي كان بيحمل جواز سفر اجنبي على اثر هذه النقطه وإرادة انه كمان نوسع هذا العمل الابرشي على كمان محامي الاردن فانتقلنا الى الاردن وبنفس الوقت كانت الفكره بالاساس كمان هي من المحاكم يعني المبادره بأبونا ايميل سليطه ولكن كان في لجنه تاسست لجنه من الروم الكاثوليك من الموارني من اللاتين اللي كنائس كاثوليكيه تعمل على هاي المبادره نعم فلما انتقلنا على الاردن حكينا ما راح نختصر ونحصر حالنا بس في البطركيه اللاتينيه او المحامين اللي بيرافعوا عنا او في الكنائس الكاثوليكيه خلينا نتوسع للبلاد العربيه وكانت المبادره وكان ايضا لها موضوع مهم جدا لانه كان صدرت الاراده الرسوليه في تعديل الاجراءات القضائيه في المسار الاقصر نعم صحيح وكانت بال 2014 صدرت اسمه وكانت المناسبه الاولى والافتتاح الاولى وبنفس الوقت كنا بحاجه الى من يساعدنا في قراءه صحيحه إلا كقضاء ولا نعم. وللمحامين لهذه الوثيقه الجديده ولهذه الاجراءات اللي فتوجهنا لجامعه الأتران الاستاذ رئيس كلية الفقه القانون الكنسي نعم والقانون المدني في الجامعه اللي هو الاستاذ العظيم البروفيسور اروبا كوندي كمان الله يرحمه اللي توفى نعم السنه الماضيه وهو مهندس وهو المصمم لفكره الاراده الرسوليه في الإجراءات القضائيه في المسار السريع وجدا كما ثلاث اشخاص من الجامعه اجوا على الاردن وكان في بدايه الانطلاق المؤتمر بصوره جديده وبحل جديده وبتعاون مع جامعه الاطران اللي تبنوا هذا المؤتمر فان يكونوا حاضرين معنا كل السنوات الماضيه ووصلنا اليوم انه لهذه السنه ال 11 او المؤتمر الحادي عشر في نحو في بعنوان دائما نحو ثقافة قانونية للقضاء وللمحامين وخصوصا أنه في بعض البلاد العربية أنه ما في مجال يتخصصوا بالقانون الكنسي بحكم ال ال الكنيسة وبحكم قدرة الكنيسة بلد. وظروف الكنيسة وكل نعم. أمور هذه نعم. وأنه بيقدر يطلعوا كل الخوار نعم من اللي بيكونوا بالمحكمة نعم. ليدرسوا القضاء الكنسي والقانون الكنسي آه تم افتتاح المؤتمر الأحد مساء و... أنا شهدت يعني هذا الحشد من الآباء القضاة الكنسيين ومن القضاة الكنسيين المدنيين أنا سؤالي لأبونا أكثم الخبير القانوني ورئيس المحكمة اللاتينية إحنا نقول لا محاكم كنسية هي محكمة دينية وين الفرق ما بين اقول محكمه كنسيه او محكمه روحيه وايش علاقه هذا بدور بدور المحكمه حضرتك حكيت انه بالافتتاح اللي تم يوم الاحد كان في كثير قضاة كنسيين رجال دين وبنفس الوقت في علمانيين المؤتمر دائما اخذ شكلين من الـ 2015 وطالع دائما في الجزء الاول هو قضاة وكهني بيتناقشوا في كثير مواضيع قانونية لا. والقسم الثاني هو بخص المحامين أيضا مع القضاة كمان دور المحامي لا. والمحامي لازم يفهم القانون الكنسي حتى يستطيع أن يدافع بصورة صحيحة عن موكله لأنه فاقد الشيء اللي يعطيه ولا إذا الأستاذ المحامي ما عنده هذه الثقافة القانونية ما عنده هذه المعرفة القانونية هو يفتقر إلى قوة الدفاع عن موكله وبنفس الوقت قوة الدفاع عن سر الزواج قضية سر الزواج هو ليس بس عقد زواجي نحكي مدني له مفاعيل مدنية ولكن بالأساس سر الزواج هو سر مقدس. مقدس فهنا تدخل فيه العلاقة السرية الإلهية في سر الزواج وبالمقابل أيضا تدخل فيه العلاقة الشخصية بين شخصين الزوج والزوجة وهنا بدنا نحاول نحافظ على قدسية السر وأن الزواج هو محمي بالقانون إلى أن يثبت عكس ذلك أوكي. وبالمقابل في حقوق الأشخاص كمان حقوق مش بس أنه هذا زواجهم صحيح أو غير صحيح حقوق حقوقهم حقوق أولادهم المدنية والأثار أثار الزواج فهو محكمة كنسية وهذا موجود في الكتاب المقدس انه نعم. اللي فيها القديس بولس بيحكي انه نتحاكم لدى الكنيسه ولدى رجالات الكنيسه مش نعم. بس نعم. في المحاكم الخارجيه ولكن لخصوصيه موضوع المحكمه هي محكمه كنيسية ولكنها روحيه لانه بتبت في هل أز سر الزواج او الاحتفال بالزواج بين هذول الاشخاص اللي نعتبر احنا زي ما القدي... القديس بولس بيحكي ورفعه السيد المسيح الى سر مقدس بين معمدين هل هذا السر هو صحيح ام باطل فهنا بيدخل فيه ال... الوجهين الوجه الكنسي والوجه الروحي أه ابونا المحكمه الكنسيه لها ميزه ميزتها انا عم تتعامل بما هو بشري وعم تاخذ ولايتها مما هو الهي وهنا تبدو عظمه السر الالهي انه رقاه السيد المسيح وهو اسسه، الله اسس هذا السر. السؤال وين العلاقه ما بين دور المحكمه الكنسيه التي تعالج تعالج المشاكل يعني زوجين علاقتهم ممتازه في بيت اسري راكز هادئ مستقر بيجوش على المحكمه الكنسيه السؤال اين غايه المحكمه الكنسيه في خدمه الخير خير الزوجيه خير البيت الزوجي ايش بكون معيار المحكمه في الحفاظ على هذا البيت وانت رئيس محكمه اكيد زي المستشفيات الانسان السليم ما بيروح على المستشفى الانسان المريض بيروح على المستشفى الانسان المتالم بيروح على المستشفى الانسان اللي بيحاول يفحص ذاته بيروح على المستشفى المحكمه الكنسيه هي مساعده هؤلاء الاشخاص اللي في ازمه بحياتهم الزوجيه في علاقتهم الزوجيه ولكن من فترة بلشنا وأيضا المجال هذا كان موجود من قبل ولكن مش مرتبط في المحكمة الكنسية بصورة صح مباشرة أنه في عنا مكتب رعويات الزواج والعائلة يعني قبل ما الزوجين يصلوا عند المحكمة بيمروا خلال الكهن الرعية وهذا المكتب اللي بيحاول يساعدهم على المصالحة أو اكتشاف الخلل بحياتهم إذا كان الخلل هو في العلاقة الشخصية أو في أزمة مادية أو في أزمة ثقة بيناتهم نعم. بده يحاول يصلحهم هنا دور مكتب العائلة نعم. والكاهن والخبير النفسي والأشخاص الموجودين معه بالمكتب نعم. إذا لم يجد حلول وهناك في خلل في الزواج نفسه ساعتها بتوجهه للمحكمة المحكمة تنظر في قانونية الزواج اللي تم بيناتهم هل هو الزواج صحيح من الأصل أم غير صحيح من الأصل لأن المسيح حكى لما سألوه هل يحق للرجل كما أمر موسى أن تعطى يعني كتاب بزم. طلاق وتطلق م. 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 فالمسيح حكى لقساوة قلوبكم سمح لكم لك موسى م. صرح لكم موسى الطلاق م. ولكن لنعد إلى البدء منذ البدء خلقهم الله ذكرا وأنثى لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته فيصير الاثنان جسدا واحدا وأنهى في هذه الجملة الرائعة ما جمعه الله لا يفرق الإنسان والمحكمة الكنسية هي بشر فيها ولكن بنفس الوقت حق الإنسان في تقرير مصيره في, 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 في تقرير حال حياته كمان هذا يجب هذا حق مقدس إذا هذا الزواج اللي بنى في الكنيسة وأمام الله فيه عيب من الأساس ما بني على باطل فهو باطل عشان هيك المحكمة الكنسية تنظر في هذا السر هل هو صحيح من الأصل صحيح أم لا إذا غير لم يكن صحيح الكنيسة تعلن لأن القرار كاشف تعلن أن الزواج باطل من أساسه ولا تبقى الزواج، الكنيسة لا تبطل الزواج، ما جمح الله هي تعلن أنه باطل في أصله في أصله من البداية نعم في غش في خداع نعم في 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 أسباب البطلان الموجودة في القانون الكنسي احنا بمؤتمر، هذا المؤتمر مليان في ملء الفهم لرسالة الكنيسة التي تحب أبنائها في فهم ل القانون الكنسي في فهم للمشاعر الانسانيه والبشريه سؤالي السؤال الذي يطرح نفسه انت رئيس محكمه من خلال هذا المؤتمر كيف نحدد الدور في عناصر القضيه او الدعوه الزواجيه في عندي زوجين متخاصمين في عندي محكمه هيئه وقاضي ومن قبل ومن بعد في الكتاب المقدس في الحب وين وين معيار هذا وين معيار هذا الحب في هذا في, في هذه الصفقه اذا انتبهنا انه انت قاضي مش قاضي مدني انت تتميز عن القاضي المدني بانك تتعامل مع شيء مقدس ايش بخدم هذا المؤتمر مثل مثل هذه مثل هذا التوضيح مثل هذه الثقافه زي ما بيحكي القديس بولس نحن في انيه من خزف نحن في انيه من خزف يعني الروح الموجوده فينا اللي هي روح الله الموجوده في الانسان بنفس الوقت الانسان مكون كمان من جبل طينه طبيعيه بسيطه تحتمل تحتمل الضعف تحتمل القوة تحتمل الخلل تحتمل الخيانة أو الغش والخداع كل هذه فهنا في عنا المحكمة تنظر في مفتوحة لتساعد الإنسان وهي الإنسان يأخذ حقه في ضعفه في قوته في كل الأمور هذه المؤتمر وإحنا السنة بالذات كمان دخل عنا عنصر جديد يعني ورشة جديدة مش بس ورشة القضاء والكهنة والمحامين خبراء النفس والارشاد الاسري في لهم ورشه عمل لانهم كمان هم بخبرتهم وعلمهم بيساعدوني كمحكمي على والهيئه بيبتل لقراءة, لقراءة الأطراف بصورة صحيحة من ناحية نفسية يا سلام. لأنه في القانون الكنسي بيتطلب في بعض المواضيع الخبرة النفسية أو خبير في, في, في الوضع الصحي لهذا الإنسان أو لإدراكه العقلي أو كذا فأنا مجبور أتوجه لهذا الإنسان الخبير أنه يساعدني هذا المؤتمر يعني إحنا من نظمه ولكن إحنا أكثر ناس مستفيد منه يا سلام لأنه بكل سنة نتعلم خصوصا من القامات أشكر اللي موجودة اللي موجودة بهذا المؤتمر والسنة يتميز تميز مؤتمرنا مش بس بالعنصر الثالث اللي أو الفئة الثالثة اللي هي خبراء النفس هي وجود محكمة التمييز روتا رومانا في روما اللي هي محكمة قداسة البابا في إن هي محكمة تمييز للقرارات اللي تصدر في المحاكم الكنسية المحلية ما بعد البداية والاستئناف تتحول لروما هي كمان محكمة البابا في في قضايا الزواج الصحيح ولكن غير المكتمل اللي بيطلبوا إنعام من قدس البابا من خلالهم وأيضا هي محكمة ممكن تكون بداية مباشرة لأي إنسان يتوجه إلها ويو... من البداية يأخذ ولكن في لها قوانينها الخاصة فوجودهم اللي هم نوعا ما بيأخذوا قضايا تمييزية وقضايا كذا من كل العالم الكاثوليكي في غنى في غنى وهم أيضا المركز الأساسي للاجتهاد القضائي الكنسي نعم. يعني أي قرار صادر من محكمة الروتا يعتبر نوعا ما تشريع جديد نعم. أو, أو, أو تفسير جديد للقانون بيساعدنا أنه إحنا نطبقه بصورة جديدة وخصوصا أن اليوم القانون الكنسي صدر بالثلاثة وثمانين التجديد اللي تم تجديده تم تعديلات ولكن اليوم الإنسان في سباق مع الزمن في التطور العلمي والتكنولوجي وأمور كثيرة تنفتح بالحياة فهذا بالطلب منا نواكب يوميا ما هو جديد في الإنسان في العلوم الإنسانية وفي العلوم القانونية أبونا شو رسالتك للأزواج وأنت رئيس محكمة رسالتك للأزواج اليوم قبل الأزواج بدي أحكي اللي مقبلين على الزواج لأن هم الأساس، وقبل فترة كان عندي لقاء مع الخطاب. دائما بحكي إنه الإنسان زي ما بحكي المسيح إنه قبل ما تشرع في, بي في بناء بيت أو برج، شوف شو عندك. معرفة الذات. أعرف حالي أنا بإيجابياتي وبسلبياتي، بقوتي، بضعفي، أعرف نفسي مظبوط واثنين أعرف الطرف الآخر اللي أنا بدي يكون شريكي بالحياة. اعرفه بايجابياته بسلبياته بضعفه بقوته بكل هذه الامور حتى بعد الزواج ما نتكشف سلبيات بعضنا ونبلش السلبيات هي لتطفو على الوجه الوجه وهي تصبح مشكله في حياتنا الزوجيه فلما انا بعرف ايجابياتي وسلبياتي وبطرحها على الاخر والاخر بيعطيني ايجابياته وسلبياته بنكون عارفين بعض احنا لسوء الحظ كثير مرات في الخطبه بنعرف ايجابيات بعض ونتكشف سلبيات بالحياه الزوجيه يظهر اجمل ما عنده اجمل, أجمل ما ظهر. عنده بالعطور وبالكلمات الحلوه و نعم. و وكثير مرات بيجوا بيحكوا لي ابونا انقلب 300 360 درجه هو ما انقلب هو هو 360 درجه هو ما انقلب هو طبيعي ولكن ورجى الصوره الايجابيه وترك المعرفة واثنين معرفه انسانيتنا معرفه مسيحيتنا معرفه انه احنا نقدم بالزواج على سر مقدس سر إلهي وهذا إشي فيه بتحقق ذاتنا اللي ربنا خلقنا فيها وبعهد أمام الله والكنيسة ما بصير يكون لعبة إنه اليوم اليوم مجالات السوشيال ميديا هي اللي بتقرر في حياتنا ما هي مبادئنا الإنسانية والدينية والأخلاقية يعني أبونا أنا بدي أطلق شو بدك تطلق أنت نسيت حالك لما عهدت أمام الله بالسراء والضراء بالمرض والصحه طول ايام حياتك يا ابونا فهنا يجب ان نعود الى حقيقه انسانيتنا حقيقه ايماننا المسيحي ومفهومنا للزواج وخصوصا لما بيكون في ثمره هذا الحب الاطفال بطل دور الانانيه والانا ولازم نصل الى درجه التضحيه لاجل هذا الطفل مثل ما اهالينا ربونا وضحوا لاجلنا انا اريد ان يعني اخذ منك اكثر ما اكثر ما بقدر ابونا قراءه قراءتك للمتخاصمين المتداعين اللي بيجوا لعندك هل يصدف انه اللي بيجوا لعندك من الازواج انه يكونوا متابعين واجباتهم الروحيه بيصلوا مع بعض اه للاسف لا قليل جدا إيه، وجد عندي وعدد قليل جدا اشخاص زواجهم فشل كزواج وكسر مقدس من الاساس فيه فيه غلط ولكن الشيء اللي قدرته فيهم إنسانيتهم وتوافقهم واحترامهم لبعضهم البعض وخصوصا تجاه الطفل أو الأولاد القاصرين اللي عندهم قلائل جدا للأسف كثير مرات هؤلاء الأشخاص اللي دخلوا في سر في موضوع الحب والمحبة بيناتهم والخطوبة والحفل الزواج وكل هاي الأمور تحولوا الى اعداء مش بس هم اعداء جعلوا من العائله ذويهم, أع... ذويهم عائلاتهم اعداء لبعضهم البعض لا. لا. للاسف للاسف لما بيستخدموا الاطفال القاصرين كسلاح الاول تجاه الاخر ان كان بالمشاهده ان كان بالحضانه ان كان بالنفقه ان كان بمنع السفر ان كان بكثير شغلات يصبح كل واحد يستخدم شو القانون بيعطيه من حق تجاه الاخر. للاسف انه بطل لما بـ لما بـ تلتغي انسانيته ببطل يشوف انسانيه اللي قباله وخصوصا كمان انسانيه طفله. فبصير طفله اداه سلاح ليستخدمه تجاه الاخر. وهذه يعني ابشع وسائل التعامل مع بعضنا البعض من حب الى عداوه ولكن ان تستخدم الانسان وخصوصا الابن القاصر كسلاح ضد امه او ضد ابوه هذا حقه بالحياه انه هذه امه وهذا ابوه انا وياك اختلفنا ولكن ما ممكن اجرد الطفل من ابوه اللي هو هو ابنه او الام اللي هو ابنها من الامومه والابوه ما بقدر استعمل هذا الشيء اذا الصلاه تبني البيوت نعم يعني معقول اثنين بحبوا الله وبيصلوا معقول هذا الحب ما ينعكس على العلاقه بينهما حلا اكيد الصلاه لها دور كبير 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 ولكن الصلاة ما بتمنع أنه كثير مرات في ضعف بشري أوكي أنه الإنسان يخطأ الإنسان يضعف في حال الخطأ. أو... أنا لما بصلي لما بصلي بتسامح مية بالمية مي مية ولكن الضعف البشري بيضل بشري ولكن الصلاة لها دور كبير في انه انا كيف انا اتعامل, أتعامل أنا مع هذا الضعف البشري البشر. يعني الضعف نعم. البشري لما انا بقبل كمان انا انسان بضعف نعم. انا انسان بضعف فلما بقبل ضعفي بقبل ضعف الاخر زي الكائن في كرسي الاعتراف نعم. اذا انا ما ما بفهم شو معنى الاعتراف الخطيئه وانه انا انسان بضعف وبحاجه للاعتراف لن اقدر أس أ أ أ اقبل ضعف الشخص التائب اللي عندي نعم. ما بفهمه أه ما هي رسالتك ابونا لاخوانك وزملائك قضاه المحاكم الكنسيه؟ اول شيء انا بقدر الجهد الكبير اللي بنعمله في في المؤتمرات هذه اللي هي دائما الفائده النا اولا وايضا اللي في الخدمه تنعكس لخدمه العائلاتنا نعم بتنعكس تنعكس لخدمه عائلاتنا والامور كثيره أمنيتي أنه كلنا نتشارك في هذه الخبرات ونتعاون بهذه الخبرات لأنه في النهاية كلنا نخدم الإنسان ونخدم العائلة حكيت بالبداية أنه بقدر الجهود اللي بيعملوها وإن شاء الله أنه إيدي بإيد نبقى على هذه المسيرة ونتقدم أكثر وأكثر في المعرفة وفي الخدمة آه هذا مؤتمر ناجح واضح نجاحه من خلال ما قدمته لنا أبونا ومن خلال هذا الحشد من القضاء الكنسيين اللي يأخذوا مهمتهم بكل جدية على أنهم يتعاملون مع البيت، مع الأسرة. في ثقافة اليوم. ايش؟ قبل أن ننهي هذا اللقاء مع سيادتك أبونا. ثقافة اليوم والتواصل الاجتماعي وسرعة وسرعة التواصل في غياب المثل والقيم وهذا التهديد اللي يصل إلى أركان البيوت والاسر اول شيء انت اشرت ابونا بشكر على السؤال انه هذا المؤتمر يعني عم بتقدم احنا نشكر الله انه نخدم كل الدول العربية ومش بس انه هم يعني كل سنة بتزيد عندنا الطلبات من كثير اشخاص سنة قبرص وعدة دول ثانية حابين يشاركوا اجا واجوا يشاركوا وبعداد كبيرة سنة 180 غرفة تقريباً محجوز بهذا الأوتيل للعدد الكبير المشارك أكيد أنا يعني بتمنى بتمنى دايماً أنه العائلات أو الأشخاص اللي بحاجة إلى معرفة شيء أنه يرجع للمصدر يرجع لجهات قانونية ما يروح لأشخاص زي ما في مثلاً مفهوم موجود في المجتمع أنه سبع سنوات وبطلع لي طلاق كلمة طلاق ما في بالكتاب المقدس بالكنيسة الكاثوليكية لا يوجد كلمة طلاق فأفهم حقوقي أرجع للمصدر الكنسي أرجع للمحكمة الكنسية أسأل شخص مختص في القانون الكنسي أسأل محامي مختص في القانون الكنسي وقبل ما أروح أروح على المحكمة وأكتب الدعوة لائحة الدعوة و بالعربية شرشحة الطرف الآخر أروح على مكتب العائلة اللي كمان في خلال مكتب العائلة نقدر نسمع نفهم بعضنا البعض بقدر أقرأ نفسي بصورة صح وبقدر من خلال مساعدة المكتب العائلي إنه نفهم واقعنا ونشوف وين الخلل ونعرف وين المشكلة ونتوجه بصورة صحيحة للمحكمة إذا لازم نروح المحكمة كثير مرات نيجي على المحكمة بأحكامنا البشرية بمشاكلنا البشرية وليس بالصورة القانونية الصحيحة إحنا بهمنا وبهم الأطراف كثير مرات لما بصير عندهم مشكلة لا. كيف يسود وجه الطرف الآخر لا. كيف يجعل من الشيء صغير شيء كبير لا. ولكن تعال بصورة قانونية بصورة محبة مسيحية صورة حضارية واطلب وإنسانية. حقك واطلب حقك نعم بس ما تيجي بصورة العداوة لأنه هذا بيثير المشكلة وبيطول مجرى الدعوة والقضية فنصيحتي أنه دايما ارجع في, مر... في عنا مكتب للعائلة وفي أيضا بالمحكمة الأرثوذكسية في مكتب للعائلة وبظن في المحكمة الروم الكاثوليك في مساعدة المصالحة وشي كل مجالاتنا هي لإلكو لعائلاتنا لحتى نساعدهم إنه يرتفعوا ويرتقوا بزواجهم بحياتهم العائلية ويخرجوا من المشكلة والألم اللي هم فيه وإذا لا سمح الله تصعب جميع الحلول ساعتها بتحولوا إلى المحكمة بصورة صحيحة وبتكاليف مادية أقل بكثير ما يبلشوا لأنه في قضايا أول دعوة ثاني دعوة ثالث دعوة رابع دعوة خامس دعوة ست دعاوي عائلة سد عاوي ومفقيرين ماديا فقيرين ماديا ليش؟ وبنفقوا هالمال كله كله الخلاف بصورة, بصورة غير صحيحة لأنه ما في قراءة للعائلة لنفسها للأفراد الأشخاص بصورة صحيحة أه قديش قد عدد القضايا سنوياً ابونا انا ما راح احكي عن السنه الماضيه والقبليها بقدر ما راح احكي عن السنه هذه اللي فيها بلشنا اجراءاتنا العمل العملاتيه يعني بصوره واقعيه ممنوع اي شخص او شخصين يصلوا المحكمه قبل ما يتوجهوا لخور الرعيه للعائله نفسها الكبرى تحول المصالحه لكاهن الرعيه كان الرعيه بحولهم على مكتب الراوي اذا لم تنجح المصالحه بتحولوا على المحكمة بيض... انه اه... ورقة يحق لك تحول المحكمة سنة سبع اشهر خمس دعاوي مبسوط من الرقم ابونا؟ لانه كان في الرقم يوصل ل معناته جهد ال... الآلية عملت دور كبير وجهد المصالحة قبل ما يتقدموا للمحكمة ويدفعوا المصاري ويدفعوا لكثير كثير شغلات جهد المصالحة بيساعدنا نتقدم في المصالحة تسعين بالمية افضل من الاليه القبل انا متاكد انه انت تعتبر هذا نجاح لكم نجاح لانه انخفض ل... لمكتب العائله، نجاح للمحكمه، نجاح لعائلاتنا نجاح للخير العام للخير العام نعم ابونا الحبيب اشكرك واتمنى لكم المزيد من الانجاز من اجل خير الاسره الاسره لان الانسان هو اغلى ما نملك شكرا ابونا على وقتك شكراً كل كل شكراً امنيات كل امنيات الخير لهذا المؤتمر شكرا ابونا شكرا شرفتنا شرفت شكرا. احبتنا ومن لبنان الحبيب نستمع الى الخبره والحكمه والعلم ونستمع الى القانون ونستمع الى مدرسه في ثقافه القانون الكنسي اليوم نطل معكم على لبنان ويطل عليكم معي ضيفنا سياده الاباتي انطوان راجح الخبير القانوني الذي اتحفنا اليوم اتحف هذا المؤتمر بمحاضره قيمه لم اتوقف عند انجازات سيادته سياده ضيفنا لاننا كما وعدنا انه سيكون ضيفنا في حلقه قادمه وامام هذا الامل اترك لكم الشاشه لتستمعوا الى ما قاله سيادته في المؤتمر وبالذات عن هذه المحاضرة مساء الخير أبونا الرئيس طول عمرك أنا سعدت كثيرا اليوم وأنا أستمع المحاضرة القيمة مصرفنا. فهذا هذا المؤتمر على أهميته وفي نسخته الحادية عشرة واضح أنه اكتسب بحضوركم اكتسب خبرة طيبة اهلا وسهلا ابونا شكرا الله يخليك على هالمقدمه كثير عم تعطيني اهميه آه بس انا آه انا ما تعلمت اليوم انا واخوتي الكهنه المشاركون تعلمنا منكم الكثير آه. و يعني ان تتقن ان تتقن الحق القانوني وتتقن اللاهوت المسيحي وتتقن العربيه هذا انا اعشق العربيه ف تفضل ابونا شو اعطي يعني ما الذي ما الذي قدمتم اليوم اليوم اذا ممكن الحقيقه بالمؤتمر انا سعيد جدا التقي مع زملاء يعني كلهم عم بيشتغلوا بحقل العداله بخدمه العداله واللي هي كمان رساله لابد ما انه حدا ينهض فيها وينهض فعلا ب مسؤولية وبجرأة كما يتطلب الموقع القضائي في عدة مواضيع مطلوبة مني طلب مني عن التلجئة الضمنية أي متى كيف يتحرى عنا القاضي ويتحقق فيها طلب مني التلجئة الكاملة أعطيها طلب مني الخوف والخوف الاحترامي وطلب مني كمان النضج النفسي العاطفي شو بيطلب الانون اي درجه من النضج وهل في مقياس او قياس لهذا النضج الانساني او هل يكتمل الانسان هودي موضيع اكيد في لهم مرجعيه قانونيه اما اليوم كان مطلوب مني معايير من روح الانون مش من نص القانون يعني المعايير الادبيه للقاضي غير يلي بنص عليها بتنص عليها مجموعتي القوانين سواء الشرقية أو الغربية هؤلاء بيتفقوا على أنه على القاضي ألا يستنكف عن إحقاق الحق أو أنه ما في نقي أو يختار دعوة بتريح ودعوة يقول هذه ما بدي فيها تفوت فيها أو أنه ما في يستلم دعوة فيها في عنده قرابة مع أحد الطرفين حتى الدرجة الرابعة بالتضمن يجب أن يتنحى عنها ولا دعوة مع حدا في الفة حميمة معه أو الفة قوية ولا عداوة شديدة هودي العنون بيقولهم وبيقول كمان عنون إنه ما بيقدر إنه يفضح آراء الزملاء القضاة ولا بطريقة يلمح عنها كأن يقول مثلاً قاضي تعرف كنت حابب اخدمك انا بس تعرف نحن ثلاثه يعني انه يعني هودي كنت ما لا لم ينصفوا <applause> <ميلة. تصفيق> هودي القانون بنص عليهم لا انا خرجت عن النص القانون ورحت على الروح انه شو المطلوب يعني هي قراءه ذاتيه شو المطلوب منا خصوصا بهالوقفه انه نحن بعيد عن عن شغلنا هلا كمان نفكر بحالنا انه باي روحيه وباي معيار انه لازم انه يؤدي واحد هذا الدور الحساس لانه يتعامل القاضي مع ناس مجروحين مجروحين بكرامتهم مجروحين بحياتهم وكيف يتعاضي ويتعاطى ويوفق بين نص القانون وعقيده الكنيسه وتعليم الكنيسه وبين الواقع كمان الرعوي والاجتماعي اي وين الحدود بين الاثنين لذلك اكيد كان في نص يعني كنت عم بقرا ما كلفني كثير محضره أه اللي بذكر منه يعني اكيد نعم انه القاضي يجب ان يتمتع بحسن النيه ثاني أه شيء انه ما يكون عنده هيدي النظره المتعاليه صحيح نظره بعيده لحتى يقشع فيها كل الاطراف ما يقشع طرف واحد واحد عم بعيد بيقشع كل اللي في قدامه ففي افرقاء بالدعوه في, في طرفين على الاقل خصوصا بالدعاوى الزواجيه في شهود النظرة البعيده المحايده لحتى يفتش هو والوكلاء والمحامين عن الحقيقه عن حقيقه الامر مش عن انه خدمات عم نقديها ولا على انه تشفي من حدا عم يقدر يعلو يعني. هيدي بدها كتير قدرة من بدها رباطة جأش بدها فعلا انه يشعر القاضي الكنسي يلي بيقوله عم بيكتب الاحكام بده يكون كاهن يعني بده يعرف انه هذا امتداد لصلاته بده يعرف انه هيدي عريكة المحبة بده يعرف انه هيدي امتداد لتعبده منه عم يعمل شيء خارج عن التوبة يلي لابسه وبالتالي الحقيقة تفرض حيلة ولو كانت مرات مرة ما بيقدر واحد الا ما يعلن الحقيقه ضمن الضوابط يلي موجهين، فلذلك انه عليه يوازن ما بين انه اذا هيدي الشغله او هيدا العهد او هذا العقد اذا حتى لانه العهد يتضمن العقد بس اشمل منه لانه بالزواج نحن شغله خصوصا بالشرق نقول انه هيدا بنشيل حرف القاف بنحط حرف الهاء حرف الهاء يعني انه اشمل في اركان العهد موجودين بينما هو على صورة الله بعلاقته مع شعبه علاقته مع شعبه بالعهد القديم بالعهد الجديد بفرجينا انه حتى لمن خانه شعبه حتى بالخيانة وراح عبد العجل الله ما تركه ما قبل انه يتركه قال لا انا حافظ على العهد رجع حافظ على العهد انه ما تركه هيدا العهد بديمومته ربنا عطانا مثال حتى وصل لانه يبذل ابنه الوحيد فهودي حقيقة لازم تمثل قدام القاضي وبالتالي كمان على القاضي انه ما يتأيد بحرفية النص لانه النص القانوني بيبقى سطر بيبقى اثنين بس هذا بيحمل احتمالات غير انه الحرفيات لا. طول بده يغذي حاله بعلم وفير لا. لانه العلم عم يتطور الاكتشافات العلمية عم تزيد لازم يستفيد منها من دون ما ينبهر هيك الله وهج علمي أو الله سرعة طالعة جديدة ويتبناها ويعتبر حلو أنه هو متحضر أنه لأنه تبنيتها عن عميان، فيها تحليل بس هيدي بده أنه يعرف يعني يشتغل على ذاته يطلع فعلا على عقيدة الكنيسة على تعليمها على توجيهات يتقيد باجتهادات محاكم رسولية موجهة وموحدة وبالتالي عتقل الحملة عليه تقيل من هذه الناحية ما بيحق له يتسرع ما بيحق له يستخف وبالتالي انه لمن بيكتب حكم واحد فعلا انه بده يصيغه حرف وحرف لانه هذا الحكم صحيح انه يعني شخصين، بس قد انه حتى الشخصين لهم حق يقروا شيء انه متين مش شيء خفيف خفه سهله انه يابا لانه الناس عاده عندهم هذا الجنوح انه بروح بقرا بس الفقره الحكميه بالاخير بس هاي الفقره الحكميه في شيء مهدلا من القانون للعقيده للاجتهاد بعدين في شيء تطبق عليهم عم بقرا الواقع في ضوء هالحقائق يلي انا ثبتها هودي من المعايير من المعايير المهمه كمان انه يعرف حاله انه انا بدي اكتسب اكتسب مقومات القاضي هيدي ما بتجي بس بالشهادة ما بتجي بتمرسوم التعيين بدي اكتسبها يعني انا اعلم حالي ودبر حالي كيف كون نزيه علم حالي كيف كون معتدل لانه حتى الاعتدال بيقولوا يجب ان يكون باعتدال يا سلام هذه مدونة اللي أنا وانا استمع لك اليوم انا كنت اقرأ مدونة سلوك للقاضي تاخذ روح الحق والنور والطريق التي تعطي الحياه ويبدو انه هذه مدونه السلوك التي توصل الى طريق مش الكمال وانما الى القاضي الفاضل طبيعي طبيعي هيدا عوده من الاشياء بضل عنده بس الدور التقني الاساسي اللي حكيت عنه بالشق الثاني اللي هو الانصاف لانه القانون ما بيحكي شو معنى الانصاف والانصاف عنده عنده مناحي كثيره منها انه انا بعرف عده بيحمل عده معاني هذا القانون بياخذ الالطف وبوقف خصوصا بوجه انه المعتد على الضعيف انا شغلتي اني كمان الضعيف اعطيه حقوقه انصف اعطيتك حق واعطيته حق له كمان ما فيني اطلع بعين وحده عنا عينتين ومجبر ومجبور يطلع فيهم والانصاف الاهم في انه هو مكمل للانون ساعة الانون المفهوم تبعه اصفر او انه ساعة بعض المفاهيم غامضه او ما في ما بيقدر الانون قد ما يكون جميل ومتماسك ما بيقدر يكون كامل شغلة القاضي إنه يكمل يكمل في جمود المادة القانون ما ما في جمود بس إنه القانون ما بيقدر يلحظ كل الحالات العملية حالات العملية بده القاضي هو يكون عنده هذه المقومات يلي بتقرا هذا القانون في هذه الحالة لا. كيف يطبق على هذه الحالة وبالتالي مرات إنه يمكن عم يعطي عم بيخلق قواعد بس ما بيحق له يصير فيها مشترع يعني ما, ي... ما يش... يخلق قاعده تعاكس القاعده الاساسيه يضل ضمن روحها بس يعرف يكيفها على هذه الحاله وبالتالي عنده نوع من الابتداع لانه القاضي بتاريخيا كان موجود قبل المشترع وقت اللي بلشوا يشوفوا قدام القاضي يطرحوا له القضيه وهو بعدين بلشوا يدونونه قبل المشترع وبالتالي منه دور تكنيك بس انه هذا القانون انا عم طبقه وين تم ماتيماتيك منا حسابيه شغله شغله فيها منطق عم بفتش عن حقيقه وعم يعرف يعطيها الحل لانه كمان في قضيه في شيء يقول انا ما في نص لالا ما فيني حلها هيدي انه هيدا اذا ضرب شريك حياته مثلا على كتفه لانه ما بنص عليها شو ما بنص عليها انت اللي بدك تبتكرها الانصاف شغله مهمه بس مهمه بالاكثر انه ينصف الضعيف وبذات الوقت انه ما يظلم حتى المتمرد انه مني عم بعمل كيفي هيدا هيدا الموقف تبع القاضي اللي انا عم تصدر حكم يلي بيقراه ما بيشوف في عيب ولا بيشوف في تشفي ولا بيشوف في خدمه مجانيه اجتماعيه على حساب العقيده الكاثوليكيه وهودي مجهود يعني الواحد لازم يشتغل على حاله على طول ما في يقول انا اكتسبتن من وقت من, من زمان هودي نسيتن هودي شغله يشتغل عليها ولذلك من اهميه هذا المؤتمر الابتعاد والتفكير سوية مثل ما بنعمل رياضه روحيه على كهنوتنا عم نعمل هذا المؤتمر كمان قراءه في ادائنا واذا الشيء قلته انا يمكن يكون حلو بس يمكن ما يكون مطبقه بس هيدا حلو نضل نرجع نذكر حالنا ونعلي نعلي سقف تنقول انه هون لازم نرجع نطلع يرجع ياخذ نفس جديد واحد ويرجع فعلا ياخذ تصميم جديد انه انا لا ما بيحق لي اني اكون جفص ما بيحق لي اكون قاسي بده يكون واحد لطيف لطيف بس بذات الوقت حازم في الرأي تبعه لأنه الحقيقة هي فعلا السيف سيف الحق هو اللي بيقدر واحد فعلا أنه يقدمه بخدمته القضائية أبونا الرئيس في عجالة القاضي أنت تتحدث عن القاضي بالمطلق وما قلته أنت اليوم ينطبق على القاضي في المحكمة المدنية في محاكم دينية أخرى إحنا محاكمنا كنسية روحية القاضي الكاهن أو الكاهن القاضي إيش بده يتميز لذلك لذلك انا قلت بالاول نعم. انه هذا الدور هو امتداد للصلاه امتداد للتعبد هو عريكه المحبه القاضي المدني منه ملزوم فيهم نعم. ملزوم فيهم مسيحيا طبعا بس الكاهن بنوع اكثر انه هيدا كهنوت كهنوتك انت عم بتقدمه بحقل يمكن يخلق لك نوع من جفاء من البعض من حصيله الحكم لانه بيقولوا انه حتى نصف الناس ايه نصف الناس اعداء له هذا اذا عدل اذا عدل اذا عدل إيه اكيد انه هذا عمل كهنوتي منه عمل انه انا هلا بحط كهنوتي على جنب تعا انا قاضي بينما هيدا انا قاضي وعنده هيدا الهيبه وعنده في منهم كمان عندهم هيدا, هيدا المقاربه المسيحيه بعرف كتير قدار كثير ملتزمين يعني شغله يمتسل يمتثل بها ماذا يقول ابونا كلمه توجهها لمتابعينا قضاء كليروس محامين للازواج للمؤمنين من ابنائنا اللي اللي بيواجهوا صعوبات واللي بيجوا لعنا على المحكمه هلا اكيد انه اللي بيجي مش بالضروري من يمكن انا جوا قلت انه بيجي عند القاضي مثل المريض اللي بيروح عند الطبيب نعم. مش بالضروري يكون مريض بالمعنى بالمعنى المعتل نعم. بس في حاله انه انا بحالي وضع بدي ريح ضميري اذا صحيح او غير صحيح آه لذلك نحن اكيد لا المحاكم شغلتها تدافع عن العائله مش انه تهدم العائله هذا الاساس كيف الحفاظ على العائله بس العائله بدها تكون العائله الصحيحه بس في ناس اكيد انجرحوا باختيارهم اه شافوا انه تسرعوا باختيارهم او انه ما ما قدروا فعلا نشطوا اللي سبب ام لاخر كل ما يحقق هدف هدف هي الزواج الاساسيين يعني اللي هن يعني خير الزوجين، خير البنين اكيد بدهم يلتجوا مثل ما بيروحوا على المستشفى. بدهم يلتجوا بس انه مفترض يلاقوا علاج مش يلاقوا تشفي، مفترض يلاقوا فعلا انه حقيقه اذا انا عم عامل احتمال او تحامل على صحه الزواج كمان مفترض انه القاضي يبين انه هذا التحامل لا يؤثر بشيء في صحه الزواج بده يكون عنده الجراه انه منا خدمه رعاوية اجتماعيه انه يعني انا بحل مشكله هيك لانه لانه ما بقى صار في استحاله عايش بعد 30 سنه بيجي بقول له انه زواجك من الاساس ما بيسوى كمان انه بكون وسعنا كتير بس من ذات الوقت انه في في مشكلات وقادر واحد يخلص ازواج يمكن عملوا اختيار متسرع تيقدروا يرجعوا هيدا خير الزوجين كمان يرجعوا ياسسوا عيلة مرتاحه مع شخص جديد يمكن تعلمه من الاول، هيدا حق كمان ابونا ما بتشوف انه في هذه الايام وهذا يعني اشرت له في حديثك للتو اننا نحن خرجنا من جو الحفاظ على الاسره الى جو التاكيد وموقف التاكيد على حق الفرد حق الزوج، حق المراه، حق الطفل، اين حق الاسره؟ لا شك انه مجتمعنا بعده حافظ نوعا ما بس كترت لانه المجتمع كمان بحد ذاته لم يعد يملك القدره الردعيه، كان بالاول الانسان يخاف من راي الاخر يلي كان رجع 20 و30 و, و سنه بمجتمعاتنا اذا واحد كان يتجرا انه يقول انا بدي انفصل كان المجتمع يدينه بكلامه بعنايه بسلوكه المجتمع تشرب الشيء اللي عم بيصير بغير مجتمعات ويعتبره تقدم من هيك عم بقول ما ننبهر بكل شيء جديد ونعتبر انه هيدا اذا ما ما تبنيناه معناتها نحن متاخرين مش كل شيء جديد طالع او كل فكره طالعه انطلاقا من حق الفرد المطلق انه سليمه لأن الأسرة بالنهاية تبقى هي الأساس لصحة المجتمع وبالتالي لصحة المجتمع الكنسي لصحة الكنيسة شهادة العيلة هي الأساس قديش العيلة بتكون ناجحة قديش في استقرار بالنفسيات بالسلوك بالتربية تربية بدها تتنفس من الجناحين مش مش منا تربية انه بجناح واحد وممنوع عليك التاني تشوفه فانا لا اكيد اتمنى انه عيالنا تكون متماسكه الحل اللي ايه قبل انه بالتحضير بالاستعداد بعدم التسرع بالاختيار هونيك واحد ياخذ وقته بس بس يعني ياخذ هالوقت العهد مثل الكهنوت انه الكاهن صحيح في ناس في كهنه عم تترك بعض النسبه قليله الحمد لله بس الكاهن كاهن مدى الحياه عم تتزوج تتزوج مدى الحياه الا اذا كان الخيار من الاول فاسد ساعتها بده حل الى حتى واحد يرجع يعمل خيار جديد ابتي شكرا لا شكرا يعني لك يعني آه كلامك شيق لا مش كثير وتتحدث يعني في القانون بهذه الرشاقه وتعطي هذا البعد ال الروحي واقرا يعني اقرا هذه ال هذه المدونه اللي عم نتعلمها منك مدونه سلوك القاضي والقضاء نحن سعداء ان نستضيفك شكرا وأنت شكراً. اكرمتنا اكرمتنا لا انتم اكرمتونا نحن سعداء بان يطل عليكم ضيفنا من هذا الموقع من موقع ومكان انعقاد مؤتمر البحر الميت سياده الاباتي انطوان راجح الذي كان راجحا بعلمه وعقله وفكره وما قدمه لنا حان وقت ان نقول لكم الى اللقاء في حلقه قادمه مع عين على المشرق حتى ذلك الحين لكم ادعيه الخير والحب والهناء ولتكن, ولتكن اسرنا جميعا اسر الحق والعداله والحب والالفه والايمان حتى ذلك الحين تصبحون على خير شكرا 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 شكرا, شكراً, شكراً. شكراً. شكراً.